هل سمعت عن نظرية الانجراف القاري وحركة الصفائح التكتونية؟ تقول هذه النظرية بأن غلاف الأرض الصخري انقسم إلى عدد من الصفائح التكتونية، حيث أن هناك 7 أو 8 صفائح كبرى إضافة إلى العديد من الصفائح الصغرى. وعندما تلتقي الصفائح، فإن حركتها النسبية تحدد نوع الحدود، ما إذا كانت تقاربية أم تباعدية أم متحولة. هنالك تحدث الزلازل والبراكين وتتشكل الجبال والخنادق المحيطية على حدود الصفائح التكتونية. تنقسم الطبقات الخارجية للأرض إلى غلاف صخري وغلاف موري. وميكانيكيا فإن الغلاف الصخري أكثر برودة وصلابة، بينما الغلاف الموري أكثر سخونة وحركته أسهل. وهذا التباين هو السبب في تميز الصفائح عن بعضها، وهو الذي يحدد حركتها عند التقائها. نستنتج من هذه النظرية أمران: أولاً، أن حركة الصفائح التكتونية هي من الأسباب الرئيسية لتشكل الجبال. وثانياً، أن الصفائح من تحتنا تتحرك ببطء، وكذلك كل ما عليها، بما في ذلك الجبال. إذن، ومن وجهة نظر منطقية، فإن هذه الجبال تتحرك وليست ثابتة، حيث تتراوح الحركة الجانبية النسبية للصفائح عادة من 10 إلى 160 مليمتر سنويا، مما يعني أنها حركة لا يمكن إطلاقا الشعور بها بحواسنا. والمفاجأة تأتي الآن: كيف لكتاب ظهر قبل 1400 سنة، أي ما يقارب عام 622 ميلادي، أن يذكر هذه الظاهرة التي لم توجد إلا بعد عام 1596، وتم تطويرها عام 1912، حيث يقول الحق تعالى في القرآن: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون.